اهلا بيكم يا جماعه، حلقه جديده النهارده وفيديو جديد. النهارده الحلقه هعملها سريعه جدا. انا في برجين عايزه الفتره دي احذرهم من حاجه معينه ممكن تاثر عليهم في حياتهم. ففي برجين انا هعتبره تحذير للبرجين دولت. هقول لكم البرجين دولت الصفه او المشكله دي ممكن تاثر عليهم بطريقه نيجاتيف في حياتهم، فعشان كده انا عايزه من البرجين دولت ان هم يعني يهدوا كده من الموضوع ده ويحاولوا ان هم يمانجوا حياتهم بحيث الموضوع ده ما ياثرش عليهم بطريقه سلبيه. في حد بيقول انت شكلك تعبان، يعني انا لسه متاثره بصراحه بسبب موضوع الكلب بتاعي ومتضايقه مش عارفه، يعني ادعوا لي كتير لو بتحبوني بجد. وكالعاده بليز ما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي تتفرج عليا من فين وانتوا برج ايه. طيب مين هم البرجين اللي انا عايزه احذرهم النهارده؟ اول برج فيهم هو برج الثور وبرج العذراء. العذراء والثور عندهم مشكله، المشكله دي او صفه كده هيبقوا ايه متشبثين بيها جدا، هتاثر على حياتهم وخاصه على حياتهم العاطفيه بشكل سلبي. ايه هي الصفه دي؟ العند. يعني اي حد عذراء او اي حد ثور هتلاحظ ان الفتره دي هو عنيد بزياده، واي حد بيتعامل معاه هيكتشف ان مشكله العند دي مؤثره عليه بطريقه سلبيه، يعني مؤثره عليك، يعني ممكن تلاقيك عنيد مع اصحابك، عنيد مع على نفسك، عنيد مع اهلك، عنيد مع الشخص اللي بتحبه. وحط 60 خط تحت عنيد مع الشخص اللي بتحبه. دي مشكله الثور. الثور على فكره من الابراج اللي عندهم كارثه رهيبه في موضوع العند. الثور بيعند من اجل العند فقط، يعني هو عنيد جدا وممكن يبقى عارف ان هو غلط وعارف ان الطرف اللي قدامه صح، بس هو مش عارف يعترف ان هو غلط، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيبقى عنيد جدا جدا. فانا يعني بجد يعني عايزه احذر مواليد الابراج دي ان العند ممكن ياثروا عليكم بطريقه سلبيه او يخليكم تخسروا ناس، تخسروا معزه ناس، تخسروا حب ناس، تخسروا حاجات كتيره في حياتكم. فبليز يا جماعه بلاش عند، عشان الموضوع ده هيجيبنا لورا. اوكي. كمان حاجه، البرجين دولت هضيف عليهم برج كمان الفتره دي يعني ممكن برضو تاثر عليه بطريقه سلبيه، هو تانيب الضمير. يعني في ابراج حاسه بتانيب ضمير او حاسه ان هم غلطانين. مين هم الابراج دي؟ برج الحوت وبرج العذراء. برضو الابراج دي برضو عندهم احساس بالذنب او احساس بتانيب الضمير مؤثر عليهم جدا بطريقه سلبيه، يعني هم مش بيتقدموا للامام او حاسين بعدم الاستقرار بسبب تانيب الضمير. يعني في اخطاء او غلطه هم وقعوا فيها فعلا ودي غلطه حقيقيه، بس يعني بلاش خلاص، يعني خلينا نركز على lesson learned، يعني ان احنا الحاجات اللي احنا اتعلمناها من الغلطه دي، بلاش نركز على الغلط قد ما نركز على الحاجه اللي احنا اتعلمناها من الغلط ده. في حد بيقول لي شكلك تعبان. انا صايمه بلس كمان ان انا يعني بعيط كتير الفتره دي. ادعوا لي ان ربنا يشيل عندي الهم ويزيح عني، ويعني اتحرر من تعلقي بالكلب بتاعي عشان الموضوع فعلا مضايقني قوي قوي. طيب الحوت والعذراء الفتره دي حاسين بتانيب ضمير قوي جدا جدا، ممكن يكون مأثر عليهم بطريقه سلبيه، يعني ممكن يجيبك لورا، ممكن يخليك تتعب نفسيا او ان انت صحيا تتعب، فبلاش تانيب ضمير. طيب وفي برجين كمان عندهم صفه، الصفه دي هتاثر عليهم جدا بطريقه ايجابيه. اوكي. البرجين اللي عندهم حاجه هتاثر عليهم بطريقه ايجابيه هيجي عندنا برج الحمل. برج الحمل كان عندك وعكه او كان عندك مشكله، بس انت خرجت من المشكله دي بقوه، خرجت منها اقوى، خرجت منها اكثر شغفا، خرجت منها اكثر ايجابيه، فدي حاجه برده كويسه جدا جدا. عمر بعمل حاجه ثانيه. لا ثانيه، مش هينفع اعمل حاجه. طيب تاني برج الموضوع ده هيكون ايجابي جدا جدا بالنسبه له الفتره الجايه هو برج الجدي. فانا شايفه الجدي شايف نفسه وعنده ايجابيه وعنده باور، فهو زي ما يكون فايق كده، يعني هو زي ما يكون ايه بيقول انا غلطت غلطه كبيره وانا لازم اركز ولازم عارف هو عايز ايه. فالبرجين دولت، وممكن كمان البرج الثالث اللي مركز وفاهم قوي هو بيعمل ايه الفتره دي، برج الاسد. الثلاثه دولت يعني عندهم باور كده وعندهم طاقه ان هم يبتدوا حاجه جديده بقوه. يعني شكرا، قولوا لي الكلام ده بيتفق معاك ولا لا، قولوا لي الصفات اللي انا قلتها ممكن تاثر عليكم بطريقه سلبيه انتوا متفقين معايا ولا لا، قولوا لي بتتابعوني من فين، بتتفرجوا عليا من فين. يلا المغرب بيدن، ادعوا كتير جدا جدا في رمضان، خلي عندكم طاقه ايجابيه وتفاؤل. بشكركم واشوفكم فيديو تاني. باي باي، مع السلامه.